الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله اليوم سنتكلم على موضوع من المواضيع الحديثة في الطب والمهمة للمجتمع، وأحببت أن أشارككم المعلومات الطبية الصحيحة بإذن الله. موضوعنا اليوم عن الميكروبات المعوية بين الصحة والمرض. محدثكم الأستاذ الدكتور عبد المعين بن عيد الأغا، أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز بجدة. الميكروبات المعوية النافعة التي خلقها الله عز وجل. الله عز وجل خلق في أمعائنا وفي الجهاز الهضمي وفي كثير من أجهزة الجسم ميكروبات. وعندما نسمع كلمة ميكروبات نظن بالميكروبات أنها جميعها ضارة، بمعنى عندما نقول لأولادنا اغسل يدك حتى تتخلص من الميكروبات، قبل ما تشرب أو تأكل لابد أن تكون يدك نظيفة خالية من الميكروبات لأن الميكروبات تسبب الأمراض. هذا كلام صحيح 100%، ولكن الله عز وجل حكمته وسنته في هذه الحياة أن خلق الخير والشر، أن خلق الميكروبات النافعة وخلق الميكروبات الضارة، وجعل لنا أسبابا في هذه الحياة الدنيا نزيد من الخير وننقص من الشر، كما نحن البشر فينا خير وفينا شر، فالله عز وجل أمرنا أن نزيد خصلة الخير وصفات الخير وننقص من صفات الشر، كذلك في الميكروبات أو البكتيريا التي خلقها الله في جسم الإنسان فهي نافعة، وما حول أو خارج جسم الإنسان فهي ضارة. إذن الله جعل خير وجعل شر، والخير إن شاء الله يسود على الشر. فالله عز وجل خلق الميكروبات الحيوية الدقيقة التي تسمى باللغة الإنجليزية مايكروبيوتا، لكي تتواجد وتتكاثر في جميع أجهزة جسم الإنسان، ليس فقط في الأمعاء ولكن أهمها وأكثرها انتشارا هي الأمعاء، ولكن في جميع أجهزة جسم الإنسان وأكثرها تواجدا كما ذكرت الأمعاء الدقيقة. تقدر حول تريليون ميكروب، عدد مهول تريليون ميكروب. الله عز وجل ذكر في كتابه هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذه المحاضرة إن شاء الله سوف نتعرف على البكتيريا الجيدة النافعة، ونعرف عندما تتحول هذه البكتيريا النافعة الجيدة الطيبة التي خلقها الله، والله عز وجل لم يخلق إلا كل شيء طيب، نتعرف عندما تتحول إلى بكتيريا ضارة ماذا يحدث لجسم الإنسان. في البداية، ما هي فوائد الميكروبات النافعة في الجسم؟ رقم واحد، تحمي الإنسان من أمراض الجهاز الهضمي ومن الكثير من الأمراض المزمنة. يعني تخيلوا يا جماعة، بكتيريا وميكروب ويحمينا، بالله إيش أكثر من كذا عظمة في خلق الله؟ بكتيريا وميكروب نافع ربنا خلقه في جسمنا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هذه البكتيريا تحمينا وتحمي أجهزة جسمنا وتحمي جهازنا الهضمي من إيش؟ من الالتهابات المعوية ومن الأمراض المزمنة. من يتخيل أنها تحمينا بإذن الله طبعا من الأمراض المزمنة
مثل السمنة والسكر والضغط، وهذا ما أثبتته الدراسات الحديثة. اثنين، تحفظ الجهاز المناعي الخاص بالجسم من التغيرات الناشئة عن بعض العوامل البيئية والتي قد يترتب عنها أمراض المناعة الذاتية. أمراض المناعة الذاتية يا جماعة أمراض صعبة ومزمنة وصعب علاجها بإذن الله لو نحن حافظنا على الميكروبات النافعة اللي ربنا خلقنا إياها في جسمنا، بإذن الله تحمينا بإذن الله. فهذا هي فائدة هذه إن شاء الله المعلومات اللي سوف أقدمها، كيفية نحافظ عليها في الشرائح القادمة. رقم ثلاثة، تساعد في إفراز هرمونات الجهاز الهضمي البيبتيدية والتي لها دور مهم في جسم الإنسان، تساعد على تصنيع فيتامين كاف وحمض الفوليك وحمض بي 12، وكذلك تعمل على إنتاج الدهون القصيرة التي قد تساعد على الحماية من بعض الأمراض. عندما تتحول البكتيريا النافعة إلى بكتيريا ضارة، هنا المشكلة. عندما الإنسان ما يحافظ على نعم الله عز وجل، وهذه البكتيريا النافعة اللي ربنا خلقها في جسمنا هذه نعمة من نعم الله عز وجل. من يتخيل أنه بكتيريا يوم من الأيام تكون نعمة؟ الدراسات أثبتت ذلك، لأن الله عز وجل كل شيء خلقه في جسمنا نعمة، بما فيها البكتيريا الموجودة في كل أجهزة الجسم وخصوصا في الجهاز الهضمي. فعندما تتحول هذه النعمة إلى نقمة بسبب الإنسان وبسبب ما يتناوله الإنسان من أطعمة ومضادات حيوية وعوامل أخرى سوف أذكرها بإذن الله، هذه البكتيريا تنقلب على عقبيها، وبدلا أن تكون بكتيريا نافعة تصبح بكتيريا ضارة ينتج عنها لا قدر الله أمراض، سواء كان أمراض مزمنة أو أمراض مثل الإسهال والطراش والتقيؤ والنزلات المعوية. الحديث النبوي رسول قدوتنا صلى الله عليه وسلم وكل ما نطق به حق من أحد الحديث النبوية، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه الترمذي وصححه الألباني. بمعنى أنه لو نحن أكلنا أكل زيادة أو أكل غير صحي نتج عن ذلك أمراض، فلا بد نعتني بما نأكله كمية وكيفية، يعني كمية ونوع. ما هو نأكل أي شيء قدامنا نأكله، لا، لابد ربنا خلق لنا عقل، وهذا كرم الله عز وجل بني آدم بالعقل حتى يميز الخبيث من الطيب وحتى يأكل طيب. الله عز وجل قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذا الإنسان لازم يأكل طيب، الله ما قال كلوا مما رزقناكم، قال كلوا من طيبات، يعني أكل طيب، أكل صحي، ما يضر الجهاز الهضمي وما يضر البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي. في طبيب مشهور أكيد سمعت عنه، واحد اسمه أفلاطون، هذا من زمان كثير، إيش قال؟ قال كل الأمراض التي تصيب الإنسان منشأها الأمعاء. تخيلوا، يعني هذا من زمان، طب قديم، الطب القديم قال لنا يا جماعة انتبهوا حافظوا على البكتيريا الموجودة في الأمعاء، لأن كل الأمراض التي تصيب الإنسان أساسها من الأمعاء، مما يشير دور الميكروبات الحيوية الدقيقة في الأمعاء من حماية أو ظهور نشأة الأمراض وخصوصا الأمراض المزمنة. حقيقة من يتخيل هذا الكلام؟ كثير من الناس يعني ما وردت إليهم المعلومات الخاصة بالميكروبات الحديثة الموجودة في النافعة الموجودة في الأمعاء
وكيفية إن شاء الله تحمينا من الأمراض. كذلك طبيب العرب اللي كان يسموه الحارث بن كلدة إيش قال؟ وهذا على فكرة مثل نحن تعلمناه في زمان نحن في الابتدائي لما كنا نتعلم، وكانوا يقولون المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. الحمية رأس الدواء، اللي يبغى يحافظ على نفسه بعد مشيئة الله، يبغى يبعد عن الأمراض وخصوصا أمراض مزمنة، يحتمي من إيش؟ يعني ما يأكل؟ لا، يا أيها الذين آمنوا كلوا أمر، ولكن من طيبات ما رزقناكم. والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا تسرفوا، يعني واحد يأكل أكل طيب وفي إسراف، وما في إسراف ليه؟ لأنه عشان الأمراض كلها منشأها من الأمعاء ومن الأكل الغير صحي. الآن دعونا نتعرف ما هي العوامل الجينية والبيئية التي تغير من كون الميكروبات الحيوية نافعة إلى ضارة. يعني ربنا خلق شيء طيب، ونحن بسبب حياتنا في الدنيا اللي نحن بنصرفه بينتج أو ناخذ خيره أو لا قدر الله شر. أول حاجة في استعداد جيني لتحول هذه البكتيريا النافعة إلى الضارة. أثبتت الدراسات أن العوامل الجينية تعتبر من العوامل الأساسية لنشوء كثير من الأمراض المزمنة، فهي تغير التركيب الجيني لهذه الميكروبات النافعة وتحولها إلى ميكروبات ضارة. طيب إذا هذا استعداد جيني ما هو بيدنا، طيب إيش اللي بيدنا؟ ما يلي: أول حاجة من تبدأ من الولادة، ولادة الطفل. الدراسات أثبتت أن أطفال يولدون ولادة طبيعية بإذن الله، الولادة الطبيعية تقوي وتعزز من الميكروبات النافعة اللي ربنا خلقها في الجهاز الهضمي. إذن بإذن الله الأمهات اللي يولدون طبيعي حماية لأولادهم من الأمهات اللي يولدوا قيصري. لكن ما معنى كده أنه لو الدكتور اللي خاص بالنسبة لولادة قرر أنه يعمل قيصري تقول للمرأة تقول لا أنا ما بضر أمعاء ولدي أو البكتيريا أمعاء ولدي أنا طبيعي، لا، ولكن قدر الإمكان إن شاء الله نتجنب العمليات القيصرية إلا إذا كانت هنالك ضرورة. الرضاعة الطبيعية لها فوائد لا تعد ولا تحصى، من هذه الفوائد أنها لها دور كبير بعد مشيئة الله في تعزيز الميكروبات النافعة والتقليل من الميكروبات الضارة، ليس فقط خلال فترة الرضاعة وإنما على مدار حياة الطفل مستقبلا. كلام حقيقة يعني والله كلام يعني مفيد جدا بإذن الله، إنه الأم اللي ترضع طفلها طبيعي والله طفلها يستفيد، ليس فقط خلال فترة الرضاعة وإنما مدى حياته. رجاء يا أمهات اللي يسمعونا، رجاء لا تستعجلوا بالحليب الصناعي، وحاولوا قدر الإمكان لا تحرموا أطفالكم من هذه النعمة، النعمة التي ربنا أعطاك ربنا الثدي، وربنا خلق هرمون الحليب اللي يسموه برولاكتين حتى ترضعين به طفلك، وليس حتى تلجئين إلى الحليب الصناعي. وللأسف في الفترة الحالية وفي الزمن المعاصر الذي نعيشه، كثير من الأمهات مجرد أن صدرها في بداية الرضاعة ما يطلع حليب كثير، تقول لزوجها بالله جيب لولدي حليب صناعي، حليب ثدي حقي قليل. حليب ثديك بإذن الله حيكثر، ولكن يحتاج صبر، يحتاج مثابرة، يحتاج أن الطفل كل شيء كل لحظة يمص في حلم ثديك حتى يدر الحليب. فلا تستعجلين بالحليب الصناعي، لأن الحليب الطبيعي الرضاعة الطبيعية تفيد ولدك مدى حياته، وليس هو عمره سنة سنتين. كثير من الأمهات تظن أنه فقط فترة الرضاعة
كل الدراسات أثبتت أنه الحليب الطبيعي مدى الحياة يستفيد منه الطفل من فوائده، يعني ما حيجلس مخزن في بطن الإنسان مدى الحياة، إنما الفوائد التي ناتج عنها تستمر معه مدى الحياة. المضادات الحيوية والإسراف في استخدام مضادات حيوية، ونخص بالذكر نحن الأطباء للأسف الكثير مننا من الأطباء، مجرد أن يكون الطفل عنده حرارة أو سخونة مباشرة كتب له مضاد حيوي. وهذا نصيحة لزملائنا الأطباء الأطفال وكذلك لزملائنا الصيادلة، عندما يأتي الأب إلى أو الأم إلى الدكتور المعالج أو الصيدلي يقول والله الحقني ولدي مرة عنده سخونة ويبكي، يقول له أبشر خذ هذا مضاد حيوي. وصحيح ان احنا نعرف لما واحد ياخذ مضاد حيوي باذن الله بعد كده يطيب على طول او ياخذ فتره قليله حتى يطيب، ولكن حقيقه لها ضرر انها تقلل من الميكروبات النافعه وتحولها الى ميكروبات ضاره. لكن هل معنى كده انه نحن لما واحد يمرض ما ياخذ مضاد حيوي؟ لا، الاسلام دين الاعتدال، يعني ما هو معنى كده انه واحد ما يمرض مرة ما ياخذ مضاد حيوي، ولا انه كل ما يمرض ياخذ مضاد حيوي. هنالك امراض فيروسية وهنالك امراض بكتيرية، الفيروس لا يعالج بالمضاد الحيوي، يعني معنى ايش؟ يعني الرشح مثلا واحد جاله زكمة، جاله سيلان في الانف، جاله مثلا كحة، سعال، أشياء فيروسية، حتى التهاب اللوز، ممكن التهاب اللوز حرارته خفيفة يعني حرارة 37.5 من 30، يعني ما فيروسية ليست بالحرارة العالية، أو أنه لما يفحص الطبيب الحلق أو اللوز يجد فيها مثلا صديد، الصديد يعني معنى كده بكتيريا، لكن لو ما في صديد فقط احمرار في اللوز معنى كده فيروسية. إذا الاعتدال واجب، والطبيب لابد أن يفحص المريض حتى يتبين له بإذن الله هل هذا فيروس أم بكتيريا. وبعد عام كذلك يعمل بعض الفحوصات والمسحة، مسحة مثلا مسحة الحلق واللوز ويتبين. فعلى سبيل المثال مثلا الآن كورونا فيروس لا يعالج بالمضاد الحيوي، والإنفلونزا وكثير من الأمراض لا تعالج بالمضاد الحيوي. إذا الإسراف في المضادات الحيوية غير لائق وغير صحي، ويقلل من الميكروبات النافعة ويزيد من الميكروبات الضارة. عشان كذا كثير من الأمهات تيجي تقول والله ولدي ما صار عنده مناعة، ولدي ما صار عنده مناعة، كل شيء يمرض، يعني في الشهر يمكن يمرض 4 5 مرات، وتظن الأم المشكلة في المناعة، ولا تظن أو يعني العلم أثبت أن المشكلة ما هي من مناعة الجسم، المشكلة من الميكروبات الحيوية النافعة اللي كانت في الأمعاء وفي البطن اتحولت إلى ضارة، فأصبحت ما تحمي الإنسان من الالتهابات التي يتعرض إليها. من كذلك العوامل التقدم في العمر، هذا ما هو بيدنا. إذن من العوامل اللي أنا ذكرتها حاجتين ما هي بيدنا، العامل الوراثي ما هو بيدنا، والتقدم في العمر هذه سنة الله في الكون، إنه الإنسان لما يكبر يضعف، والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وشيبة. شوف عندما هذه المرأة الشابة تحولت إلى عجوز فضعفت وضعف كل شيء بما فيها البكتيريا النافعة اللي في أمعائها ضعفت، وبالتالي كثر عليها الأمراض. وهذا اللي نحن نشوفه، يقول لك والله أبوي عجوز وعنده السكر وعنده الضغط وعنده الكبد وعنده أمراض كثيرة لا أعلمها إلا الله جل. طبعا هذه من سنة الله في الإنسان، ونحن كلنا سائرين في هذا المسار، ولكن عندما نحافظ ونحن شباب ونحن في قوتنا على صحتنا، هذه حتنفعنا بإذن الله عندما نكبر. إذا ليس كل واحد لما يكبر خلاص يقول لك أنا استسلم، لا، ربنا حط أسباب وخلى الإنسان عنده عقل إنه يحافظ على نفسه، وخذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لكبرك أو لهرمك، كما قال صلى الله عليه وسلم حبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرياضة يا جماعة
لها دور كبير في كل شيء في جسمنا في حياتنا. يعني من حرم الرياضة فهو حرم خيرا كثيرا كصحة، يعني طبعا نحن نتكلم على الصحة، لابد نحن كلنا نمارس الرياضة. حتى لو نمشي ما بين الغرف، واحد يقول لك والله ما في مكان أمشي فيه، مثلا امشي بين الغرف، اطلع وانزل الدرج مثلا، امشي في الحوش، امشي في السطوح، امشي في أي مكان، لكن لازم يوميا لك برنامج رياضي. الرياضة لها دور ثمين جدا في صحتنا، وكمان أثبتت الدراسات أن الرياضة تحافظ على الميكروبات النافعة في أمعائنا. يعني كيف تحافظ؟ والله ما يعني سبحان الله أشياء معلومات يعني ما يتخيلها العقل، أنه الرياضة تحافظ لنا على الميكروبات. يعني الواحد يقول لك الرياضة تحافظ على قلبي، الرياضة تحافظ على عضلاتي، لكن كمان الدراسات أثبتت الناس اللي يلعبوا رياضة، لما الله يكرمكم أخذوا عينة من البراز حقهم وحللوا وشافوا فيه طبعا ميكروبات نافعة وميكروبات ضارة، وجدوا الميكروبات النافعة عالية جدا. طبعا كيف يعرفوا في الميكروبات النافعة؟ هذه ليها أسماء معينة، فلما يفحصوه يجدوا هذه الأنواع موجودة الله يكرمكم في البراز، فيعرفوا إنه هذا الشخص عنده كمية كبيرة من النافعة أو كمية كبيرة من الضارة. الناس اللي يلعبوا رياضة باستمرار عينات البراز حقتهم أثبتت إنه لديهم كمية كبيرة من البكتيريا النافعة، وبالتالي بإذن الله تحميهم. وزي ما قالوا إنه الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم، إذن الرياضة تعمل جسم سليم، والجسم السليم يعمل لنا عقل سليم مدبر للحكمة والقرارات الصائبة. الغذاء الصحي، الغذاء الصحي، وهذه الرسمة أمامكم. الإنسان في هذه الحياة، نحن هذه الحياة في مفترق الطرق، عندما نذهب لأي مكان سواء كان لحفلة أو مناسبة لسوبر ماركت، نجد طريقان، نجد في على يدك اليمين الأكل الصحي النافع، وعلى يدك اليسار المعجنات والبيتزا والبرجر والأشياء الصحية. وأنت لك القرار، ربنا أعطانا عقل، أعطانا القرار، في أشياء بيدنا وفي أشياء ما بيدنا، مثل ما ذكرت الوراثة والتقدم في العمر ما بيدنا، لكن في أشياء كثيرة بيدنا. فهنا الذكاء وهنا الحكمة، أن الإنسان ينهل من الأشياء النافعة ويترك الأشياء الضارة حتى تفيده حاليا ومستقبلا. الغذاء الصحي الغني بالألياف له دور في حماية الإنسان من الأمراض، وذلك لأنه يعزز من الميكروبات الحيوية النافعة ويقلل من الميكروبات الضارة، على عكس الأكل الغني بالسعرات الحرارية اللي على يدكم اليسار والغني بالدهون، فله ضرران. الضرر الأول، أول حاجة سعرات عالية، سعرات حرارية عالية تعمل سمنة. والضرر الثاني يحول البكتيريا النافعة في أمعائنا إلى بكتيريا ضارة. إذا هذا على يدنا يسار نقلل منه قدر الإمكان، والشاطر مننا إنه يحرم نفسه من المجموعة على اليسار ويذهب إلى الطريق اليمين. دائما يا جماعة طريق اليمين طريق الخير، ونحن إن شاء الله ربنا يجعلنا من أهل اليمين، ويجعلنا ممن إن شاء الله يستلم كتابه بيده اليمنى يوم القيامة. الأم يعني حقيقة كل شيء في الأم، الأم مدرسة، الأم كل شيء خير فيها. فبالله يا أمهات الحوامل، نحن يعني طلبنا من أمهات المرضعات، والآن نطلب من أمهات الحوامل انه لا قبل ما تحمل لا تكوني سمينه، حاولي تنزل وزن قبل ما تحملي. ولما تحملي طبعا في بعض الناس ما شاء الله ما يحملوا نفسهم تنفتح وياكلوا كميات كبيره، كلي عشان جنينك، بس كلي اكل صحي ما يسمن، اشربي حليب، كلي كبده مثلا مشويه، مشويات، خضار، فواكه، هذه كلها بالعكس صحه ليك وللجنين. لكن ما تاكلي لي همبرجر وبيتزا وحلويات وشوكولاتات تسمنين، لأن السمنة الأم الزائد وزنها قبل أو خلال فترة الحمل يؤدي ذلك إلى تغيرات الميكروبات الحيوية الخاصة بها وبجنينها.
وبالتالي يبدأ الأذى لجنينها وهي حاملة به. يعني شوف كيف يعني الدراسة تبين أنه الأذى يبدأ حتى هو لسه في بطن أمه، الجنين في بطن أمه. فانتبهي يا أمي العزيزة الحاملة، رجاء اهتمي بصحتك وبغذائك الصحي من أجلك ومن أجل جنينك. كمان الدراسات وجدت أن الهند أمراض مزمنة، فالبكتيريا النافعة تتحول للبكتيريا الضارة، وبرضو الناس الأصحاء اللي عندهم بكتيريا البكتيريا النافعة حقتهم تحولت لضارة يؤدي إلى أمراض مزمنة. يعني هي زي حلقة، اللي ما عنده مرض لما ما يعتني بأكله برياضته بالعوامل اللي احنا ذكرناها تتحول البكتيريا النافعة لضارة، لا قدر الله يصير عرضة لأمراض مزمنة، عرضة للأمراض المزمنة، والأمراض المزمنة كمان تحول البكتيريا النافعة إلى بكتيريا ضارة. يعني حلقة مفرغة. عشان نكسر هذه الحلقة نتجنب الأشياء اللي تحول الميكروبات النافعة إلى ضارة. ما هي الأمراض؟ يعني إحنا كل شوي نقول الميكروبات نافعة وضارة وتحمينا بإذن الله، طب تحمينا من إيه؟ إيش الأمراض اللي ممكن تنتج عندما تتحول البكتيريا النافعة إلى بكتيريا ضارة في الجهاز الهضمي؟ يعني نحن نتكلم كل يوم حديثنا عن الميكروبات النافعة في الجهاز الهضمي، ولم نتطرق إلى الميكروبات النافعة في الأجهزة الأخرى. يعني ربنا حط في عيوننا، في أماكن، في الرئة حقتنا، في الجهاز التنفسي حقنا، في كل مكان، الجهاز البولي، كل مكان فيه بكتيريا نافعة. لكن أهمهم ونخص ذكر الجهاز الهضمي لأنه معظم الميكروبات الحيوية عندنا موجودة في الجهاز الهضمي. طيب إيش حيصير؟ إيش الأمراض الناتجة؟ أول حاجة السمنة. تخيلوا السمنة قد تنتج بسبب تحول الميكروبات النافعة إلى الضارة. وكما ذكرنا الإنسان ما شاء الله برضو على يدنا اليسار اللي هو ما يمارس الرياضة، على عكس اللي في اليمين، اللي في اليمين يمارس الرياضة ما شاء الله نحيف، البكتيريا حقته النافعة ما شاء الله ما في أحسن منها وما في أكثر منها. وصاحبنا اللي في اليسار اللي هو ما شاء الله طايح في الأشياء اللي فيها سعرات حرارية والبرجر والمقليات، هذا هو نفسه قرر إنه يغير الميكروبات النافعة في الأمعاء إلى ميكروبات ضارة مما ينتج عنه السمنة. إذا السمنة تنتج عن حاجتين يا جماعة، ليس فقط بسبب السعرات الحرارية الموجودة في المقليات وفي السعرات وفي الحلويات وفي الأكل أو الأشياء الغير صحية، نعم بسبب السعرات، ويضاف على ذلك، العلم أثبت، يضاف على ذلك تحول الميكروبات النافعة إلى ضارة. يعني زي ما يقولوا باللغة العامية يزيد الطينة بلة. من الأمراض اللي ناتج عن تحول البكتيريا النافعة إلى ضارة، تخيلوا الاكتئاب النفسي. الاكتئاب النفسي طبعا له عوامل كثيره، مش بس يعني يا جماعه لما نتكلم على الاضرار عن تحول البكتيريا النافعه الى ضاره واقول الاكتئاب النفسي ليس هو السبب الوحيد، لا هو من احد الاسباب، لكن طالما انه من احد الاسباب ليش نحن ما نتجنب هذا السبب؟ وليه ما نحاول ناكل اكل صحي ونلعب رياضه ونتجنب العوامل اللي تحول لنا بكتيريا الضارة النافعة؟ طبعا في أشياء بيدنا في أشياء ما بيدنا. الناس اللي عندهم اكتئاب نفسي في عوامل ما هو بيد الإنسان، لكن في أشياء بيده، فنحاول قدر الإمكان اللي بيدنا نسويه، وإن شاء الله ربنا يكتب لنا الصحة والعافية. التوحد، دراسات بينت علاقة ما بين تحول الميكروبات النافعة إلى الضارة والتوحد. لكن هل التوحد بس بسبب هذا العامل؟ لا، عوامل كثيرة، لكن من أحدها تحول البكتيريا النافعة إلى بكتيريا الأمعاء قد تسبب السمنة وقد تمنعها. يعني إيش؟ يعني دراسات بيّنت إنه الإنسان بيده بإذن الله إنه يا ما يأكل أكل صحي فيمنع تكون أو حدوث السمنة، أو يأكل أكل غير صحي فينتج عن ذلك السمنة. وعلى كيفك، انت بيدك الخيار، القرار زي ما يقولوا القرار بيدك لا بيد غيرك، قرار بيدك انت لا بيد غيرك. تاكل اكل صحي باذن الله، تحافظ على الميكروبات النافعه باذن الله، تحمي نفسك من كثير من الامراض بما فيها السمنه. اكلت اكل غير صحي اذيت الميكروبات النافعه، ممكن ينتج عن ذلك، قد يتسبب
قد يتسبب، وليس على طول السبب، قد يتسبب بالسمنة والأمراض المزمنة. برضو لما تتحول الأمراض البكتيريا نافعة إلى ضارة تؤدي إلى قد تؤدي إلى أمراض الحساسية وخصوصا الربو. حساسية الأمعاء من مركبات الجلوتين. الأكل الصحي يحمينا، الأكل غير الصحي يخلي الإنسان عرضة لحساسية الأمعاء من الجلوتين. أمراض القلب المزمنة كذلك. السرطانات لا قدر الله، السرطانات لا قدر الله. ونحن معلومات كل الناس يعرفوها أن الواحد لم يأكل ألياف، طبعا ألياف هذه خير كبير، أي شيء فيه ألياف خير كبير للجسم الإنسان بإذن الله، تحمي الأمعاء وتحميه من الأمراض الكثيرة بسبب أنها تحافظ. الألياف أحسن مصدر أو أحسن شيء يحافظ لنا على الميكروبات النافعة. عشان كذا كل الأخصائيين وأخصائي التغذية لما تقول لهم إيش آكل، كلهم يجمعوا على حاجة واحدة، كثر من الخضار والفواكه. طب ليه الخضار والفواكه؟ لأنها غنية بالألياف. الألياف حماية ووقاية للجهاز الهضم حقنا ولجميع أجهزة الجسم المختلفة. أمراض المناعة الذاتية وكذلك لها علاقة بتحول الميكروبات النافعة إلى ضارة. الوقاية خير من العلاج. يعني إيش فائدة هذا الكلام؟ وإيش فائدة هذه الشرائح اللي أنا ذكرتها؟ وإن شاء الله المحاضرة هذه بإذن الله تكون يعني خير للجميع وعلم نافع للجميع، أدعو الله بذلك. طيب ليش؟ عشان نحن من البداية قبل ما يجينا الأمراض لا قدر الله نحافظ على أنفسنا ونبعد عن الأمراض المزمنة والأمراض اللي أنا ذكرتها قدر الإمكان. طبعا في يعني ممكن تجينا، ممكن تيجي أي واحد حتى لو هو بياكل أكل صحي، ولكن طالما إنه في شيء بيدنا وطالما إنه دراسات أثبت ذلك، ليش الواحد ما يحمي نفسه ويتوكل على الله؟ يعني يأخذ بالأسباب. فكيف نقي أولادنا وأنفسنا من أول ما ذكرنا من الحمل؟ الأم الحامل رجاء تعتني بوزنها قبل ما تحمل وخلال فترة الحمل، تأكل أكل صحي، وبعدين لما تولد إن شاء الله دكاترة النساء والولادة يولدونها طبيعية إلا إذا استدعى الأمر قيصري. الرضاعة طبيعية، يعني أنا أترجى كل أم، رجاء لكل أم مرضعة ترضع صدرها فقط في أول 6 شهور، وصدرها بالإضافة إلى الأكل الخارجي منذ الشهر السادس من عمر الطفل، لكن لا ترضع حليب صناعي. يعني مش لما صدرها ما يطلع حليب ترضع صناعي، أو من أول ما يصير عمره 6 شهور تقول لزوجها خلاص دحين ممكن نرضع صناعي. لا، هو الأكل الخارجي يبدأ من 6 شهور وليس الحليب الصناعي يبدأ من 6 أشهر. زيادة كمية الألياف زي ما نحن قلنا، الألياف هذه الطبيعية مرة مهمة. ونحن كأطباء أطفال رجاء لا تستعجلوا باستخدام المضادات الحيوية إلا في الضرورة القصوى، عندما يكون الالتهاب بكتيري. طبعا الالتهاب بكتيري لازم يستخدم مضاد حيوي، لا يعني إن والله المضاد حيوية الناس يفهموا من حضرتي مرة ما يأخذ مضاد حيوي يقول لك لا تأذي الأمعاء. يعني نتكلم على الاعتدال، الدين دين الوسطية، يعني لا إسراف ولا يعني الواحد يكون في الوسط. في الفيروسات ما يحتاج مضاد حيوي، وفي البكتيريا تحتاج مضاد حيوي. التقليل من الوجبات الغنية بالدهون والسعرات الحرارية والاكثار من الألياف. الرياضة للصغير والكبير، للطفل وللشاب والبالغ والعجوز، الجميع لابد يلعبوا رياضة. زي ما ذكرت الاكثار من الخضروات الغنية بالألياف له دور نافع بإذن الله في تعزيز البكتيريا النافعة. وفي الآن مستحضرات موجودة في محلات الغذاء الصحي يسموها برو بيوتيك، برو بيوتيك، وفي بري بيوتيك، في بري وفي برو، وفي كمان جديدا بوست بيوتيك. بري بيوتيك، برو بيوتيك، بوست بيوتيك، هذه إيش يعني؟ هذه مركبات تساعد على المحافظة على البكتيريا النافعة اللي ربنا حطها في أمعائنا وتزود تكاثرها. يعني هي تحفز هذه البكتيريا النافعة إنها ما تتحول إلى ضارة وتحافظ عليها وتخليها تتكاثر، بحيث بعد ما شاء الله إنها تكون حماية لنا. وآخر نصيحة أنصح بها نفسي وغيري،
نكثر من تناول الألياف. وهذه اللي أنتم تشوفونها في الشريحة، هذه بعض الأصناف الغنية بالألياف، الألياف ثم الألياف ثم الألياف. شكرا لكم جميعا، وأدعو الله عز وجل لي ولكم الصحة والعافية ولذرياتنا، وأن يرزقنا الله عز وجل حسن النية والذرية، ونراكم على خير.